محمد وآل محمد. هذه الليلة ليلة القدر، وفي الرواية من لم يستطع أن يكفر عن ذنوبه فليصلي علي فإنها تهدم الذنوب هدما. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 1000 صلاة في 1000 صف من الملائكة. صلى على محمد وآل محمد. جيد جدا. طب سؤال: القرآن الكريم يبين لنا أنها ليلة واحدة، بس بيني وبين الله إحنا عندنا ليلة واحدة لو عندنا 3 ليالي؟ ها؟ من الواضح أنه إحنا عندنا ليلة 19 وليلة 21 وليلة ماذا؟ وليلة 23. إذن سؤال مهم، وهو أن ليلة القدر ليلة واحدة أو ليال 3، أي منهما؟ عندما نرجع إلى الروايات نجد بأن هناك توضيحا لهذه الحقيقة، يقولون بأن هذه في الواقع ليلة القدر ليست ليلة واحدة، وإنما هي بطبيعتها ليال 3 مو ليلة واحدة. أقرأ لك رواية أو روايتين في هذا المجال، وردت في وسائل الشيعة المجلد 7 صفحة 260. الرواية الأولى عن إسحاق بن عمار قال: سمعته يقول: وناس يسألونه يقولون: الأرزاق تقسم ليلة النصف من شعبان. الإمام سئل أنه الأرزاق تقسم في ليلة النصف من شعبان، قال: فقال: لا والله، ما ذلك، أي تقسيم الأرزاق، إلا في ليلة 19 من شهر رمضان و21 و23. إذا تبين ليلة القدر وتقسيم الأرزاق ليلة واحدة لو 3 ليالي؟ 3 ليالي. ولكنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بيّنوا لنا ما معنى أنها تقسم في 3 ليالي. الرواية طويلة، أبين لك مضمونها. الرواية تقول بأنه ليلة 19 الميزانية تأتي من الخزائن الإلهية، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ليلة 19 يجيبون الميزانية. هسا عندك هنا سؤال، وهو أنه من يجيب الميزانية ومن يستلم الميزانية؟ هسا هذه إن شاء الله في الليالي اللاحقة سوف أعرض لهذا البحث، لأنه القرآن الكريم يقول لنا بأنه الميزانية تأتي في ليلة 19. وهنا واقعا سؤال مهم، هو من يجيب هاي الميزانية أولا، ومن يوزعها ويستلمها ويوزعها ثانيا؟ وهذان سؤالين مهمين، هذا إن شاء الله تعالى أرجو الله أن أوفق للجواب عنه إن شاء الله في الليلة الأخيرة. إذن في ليلة 19 الميزانية توصل، في ليلة 21 شو يصير؟ الرواية تقول الميزانية تقسم. بعد في ليلة 23 شو يصير؟ يقول بلي، ليلة 21 من قسمة الميزانية الذين جاءوا بالميزانية يرجعون بالتقسيم، فليلة 23 سوف تمضى الميزانية المقسمة بين الخلق. إذا تبين الليلة الأصلية يا ليلة، ها؟ ليلة 23 اللي هي ليلة ماذا؟ ليلة الإمضاء، ليلة الإبرام، ليلة القضاء الذي لا يرد ولا يبدل. لذا ورد قال عليه أفضل الصلاة والسلام: في ليلة 19 من شهر رمضان التقدير، وفي ليلة 21 القضاء، وفي ليلة 23 إبرام ما يكون من السنة إلى مثلها. إذن أنت لابد تتهيأ بليلة واحدة لو 3 ليالي،
البعض يتصور أن ليلة القدر هي شنو؟ هي واحدة، فلهذا هي يدور أنه ليلة 19 لو ليلة 21 لو ليلة 23، أخاف 21 أخاف 23. لا يا أخي، الروايات تبين لنا هذه الحقيقة بنحو واضح، بأنه في ليلة 21 تأتي الميزانية من السماء، وفي ليلة 19 تأتي الميزانية، وفي ليلة 21 تقسم الميزانية، وفي ليلة 23 يمضى ما قسم في ليلة ماذا؟ في ليلة 21. إذن على هذا الأساس لا بد أن نلتفت إلى هذه الثلاث الليالي الثلاث، لا ليلة واحدة أو اثنين، لا، ثلاث ليالي لا بد أن نلتفت إليها جيدا.